الأجوبة اللي جاوبونا إياها فريق ريكوشي عن الأسئلة اللي إحنا مفروض سألناها، بس مش عارف مين اللي سأل يكتب في التعليقات. رح أعملها على طريقة وورزو جرافيك. لماذا ما زلت أقابل الغشاشين؟ إن الحلول المضادة للغش تعمل كما تعمل برامج المضادة للفيروسات. فمثلا سنفترض بأننا في هذا اليوم نعلم كل ما يقوم به الغشاشين من طرق للغش بها، فنحن نستخدم هذه المعلومات للحماية من الغش ومعاقبة كل من يغش. ولقد طور الفريق الخاص بنا أنظمة ليستطيع الكشف عن الغش بأسرع وقت ممكن. ومع كل يوم جديد تتطور التهديدات، وقد قمنا باستخدام أنظمتنا لتكتشف هذه التهديدات بأسرع وقت ممكن، ولكن لا يمكننا رصد جميع التهديدات بأكمل وجه. فنقوم بتحديث النظام لواجه هذه التحديات الجديدة، ولقد أصبحنا أسرع في اكتشاف هذه التطورات الجديدة ومعالجتها. ما قصة طرق الكبح ولماذا تقومون بها؟ لقد ظهرت قصة كبح الغشاشين لأنه بكل بساطة قام أحد المبرمجين في تيم ريكوشي باقتراح كالتالي: ألن يكون من المضحك أن نقوم بهكذا وهكذا إلخ؟ ومن هنا ظهرت فكرة الكبح أو التخفيف من الغش. والمثال الأول هو دبل شيل، والتي نقوم بها نحن كفريق ريكوشي بأن نقلل من الضرر الذي يقوم به اللاعب الغشاش. الطريقة الثانية هي إخفاء اللاعب من أمام اللاعب الغشاش، فلا يستطيع إطلاق النار عليه أو قتله. والثالثة هي ديس آرم، وهي حرمان اللاعب الغشاش من الأسلحة حتى قبضات اليد. وهذه هي النتيجة، حيث أن كبح الغشاشين بالخط اللون الأزرق يزداد بينما تقل عملية التبليغ عن الغشاشين من اللاعبين الطبيعيين. ماذا تفعلون بعد كبح الغشاشين؟ ماذا عن الحرمان؟ نقوم بحرمان الغشاشين بشكل يومي، ولقد قمنا بحرمان أكثر من 180 ألف لاعبا بعد آخر تحديث. ماذا نتوقع من فريق ريكوشي بالنسبة للعبة Call of Duty Modern Warfare 2 و Warzone 2؟ سنكون موجودين من بداية إطلاق اللعبتين. ما تنسون بدعمكم بلايك وكومنت وتاج لصاحبك يشوف كل جديد، وتكبس كبسة الشير بعدين كوبي لينك، وهيك صرتوا تعرفوا عن